السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله بكل ما كتمناو. الصحه هي كل شيء. المهم اليوم ان شاء الله غادي نمشي نصايب حجباني بالميكرو بليدين، وانتوما كما كتشوفوا عرفتي راه عرفتي شحال وانا دبرها 3 سنين و 4 سنين، وقلت غادي نمشي نعاودهم، وقلت علاش لا ما نشاركش معاكم. وان شاء الله غادي نخلي لكم الادغيس اللي بغات تمشي حيتها، وهذا كانت كتسولني كتقول لي فين كتصايبي حجبانك. ونشوف الى لقيت كيفاش ندير نصوب لكم شي طريقه كيفاش غادي تخدمهم ليا. يلا خليكم معنا.